ولمناقشة ملف اللاجئين السوريين ودور نظام الأسد في تدهوره ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول المتخصص في الشأن السوري السيد ياسر النجار. أهلا بك معنا سيد ياسر. حياكم الله. أهلا وسهلا عمر. أهلا بك سيد ياسر. يعني كما تعلم وصفت الخارجية الأمريكية مؤتمر اللاجئين الذي عقده النظام السوري برعاية روسية في العاصمة دمشق بأنه مجرد عروض مسرحية. السؤال هنا يعني ما أهمية هذا التصريح وهل فعلا تتفق معه؟ يعني أنا بتصوري لم تقدم جديد الخارجية الأمريكية. الجميع يعلم أن المسؤول الأول والمباشر عن تهجير السوريين هو نظام بشار الأسد عبر استهدافه للمدنيين واعتقالاته الغير قانونية وأيضا بسبب استهدافه للبنى التحتية. فيما بعد ساهمت أيضا روسيا في زيادة عدد النازحين والمهجرين عبر اشتراكها بالعمليات العسكرية عبر من خلال قاعدة حميميم. بتصور روسيا والنظام كلاهما طرفين غير نزيهين، لا يمكن أن يكون مسموح لهما استغلال أزمة اللاجئين على المنحى الإنساني. بتصوري الرسالة واضحة، الولايات المتحدة الأمريكية تفضح دور الضامن الثاني وهو روسيا بما يعرف بقضية مسار الحل السياسي على أن هذا الضامن الثاني غير نزيه، وتسلط الأضواء على المسؤولية المباشرة للنظام وحول عدم إمكانية تأمين مسار عودة اللاجئين في ظل استمرار مثل هذا النظام واستمرار بغيه وتعنته لمخالفة القوانين الدولية. لذلك أنا بتصوري الخطاب الأمريكي ليس بجديد ولكن تعزيز لخطاب سابق وخطابات كثيرة تسلط الأضواء على مسؤولية النظام لتهجير السوري. نعم، يعني واشنطن قالت إن نظام الأسد يسعى لاستخدام ملايين اللاجئين كبيادق سياسية للادعاء زورا أن الصراع السوري قد انتهى، وذلك بعد قتله وتشريده الملايين. يعني سيد نجار، هل يمكن أن تحاسب واشنطن في عهد بايدن نظام الأسد على جرائمه هذه، أم ستبقى تلك التصريحات مجرد عروض مسرحية إن صح تسميتها كمؤتمر اللاجئين مثلا؟ يعني حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول أنه لا يوجد قرار دولي حازم وحاسم بخصوص محاسبة من تسبب بأزمة اللاجئين في سوريا. بتصوري العقوبات التي تمارس على النظام من خلال مقاطعات الدول لهذا المؤتمر أو من خلال العقوبات التي تسلط على منظومة النظام ليس النتيجة المتوقعة منها هو إسقاط هذا النظام. حتى هذه اللحظة كل هذه الإجراءات التي تقام مواجهة للنظام وتحميله مسؤولية أزمة اللاجئين ليس قرارات حاسمة وإنما مجرد يعني ديكورات أو واجبات يقومون بالأدوار بها. يعني بتصور الولايات المتحدة الأمريكية لو كانت لديها استراتيجية حل لاستطاعت أن تقنع روسيا ولا كان هناك إنجاز على المسار السياسي. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تقدم ولا قيد أنملة على مسار الحل السياسي. مثل هذه التصريحات مثل هذه العقوبات ليس الهدف منها إنصاف الشعب السوري وعودة تأمين عودة اللاجئين وإنما مجرد تسليط الأضواء على أن لهم موقف سياسي ولكن ذو لون بائد. منظمة وورلد فيجن الدولية أكدت أن الأوضاع الإنسانية السيئة لخمسة ملايين طفل سوري يتنقلون مع عائلاتهم النازحة داخل البلاد وخارجها تتفاقم يوما بعد يوم. كيف يمكن سيد نجار للمجتمع الدولي أن يتحرك بشكل جدي لحماية جيل كامل من الضياع؟ يعني لنقول بصراحة المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة يندب يشكو يندد يسلط الأضواء على أرقام ولكن لا يوجد خطوات عملية على المنحى الميداني. بتصوري واقع الأزمة في سوريا أن سوريا تحولت بمجملها إلى دولة فاشلة. مسؤولية النظام أولا وأخيرا على كل المناطق. بتصوري مآل سوريا، مآل الشعب السوري، مآل الأطفال السوريين ومآل المسار الإنساني في سوريا بخطر شديد في ظل تواجد واستمرار مثل هذا النظام. لا يستطيع المجتمع الدولي أن يشجب ويندب ويبكي على حال السوريين. يجب على المجتمع الدولي أن يكون لديه موقف حاسم باتجاه ادخال المساعدات الانسانيه، تجريم هذا النظام على يعني على الاختراقات القانونيه التي قام بها ويقوم بها وما يزال، والضغط على الدول الداعمه للنظام لتكريس والانطلاق في مسار حل سياسي حقيقي من اجل حل مثل هذه الازمه التي لم يشهد العالم من بعد الحرب العالميه الثانيه بحجم مثل هذا النزوح والاعتقالات والقتل الذي يحصل في سوريا. نعم، إذن المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار كنت معنا، شكرا جزيلا لك.